حضرتك بتفضل لقب الدكتور ولا الشيخ؟ نجيبها من الآخر والحمد لله مصادفة تطلع لي كارت؟ أنا أقوى من الكارت. إيه بقى؟ بطاقة الدولة. البطاقة حضرتك تتفضلي وتقري اللي فيها، وهنا درس مستفاد على فكرة. شوفي حضرتك مكتوب إيه في البطاقة. مبروك عطية. على ظهرها بقى ذكر مسلم. والوظيفة يا فندم؟ أستاذ متفرغ. أستاذ. أستاذ يبقى دي شهادة يعني من الدولة. بأن أنا إيه؟ أستاذ. يبقى لا أحب إلا الأستاذ الدكتور. يبقى الأستاذ الدكتور طبعا، مش الدكتور. لأن يا فندم في بعد الدكتوراه بعشرة أعوام درجة اسمها الأستاذية. يحصل عليها اللي معاه دكتوراه بعد ما يكتب 10 بحوث وتتعرض البحوث على اللجنة العلمية، واللجنة العلمية تقيمها، وإن رأت إنها ترقى به إلى درجة أولاً أستاذ مساعد ترقيه إلى درجة أستاذ، ترقيه إلى درجة أستاذ بعد الغلب ده. البطاقة اللي مع حضرتك بتفتح مجال لأكلمك فيه باختصار شديد جدا. كان زمان من 20 سنة أو أكتر لما أقول أنا الأستاذ الدكتور ألاقي واحد على الميديا هدية شدية كدية كاتب إيه الغرور ده؟ أي أستاذ جامعة المفروض يبقى صاحب فكر. فأنا أقول الراجل ده بيفكر في إيه؟ أنا ما قلتش حاجة غير البطاقة. يعني حضرتك مش شيخ؟ تبقى أنا مش شيخ، أنا أستاذ دكتور. لا أقارن بيني. طب ما هو شيخ كمان ليها مقام، يعني ليها مقام إيه؟ روحي كويس. الشيخ ده باختصار وأهم علماء الدين كانوا ملقبين بالشيخ فلان. كويس جدا، مفيش مشكلة خالص. وطلاب الإعدادية عندنا اسمهم شيوخ برضو، وبنقول له أي واحد يا شيخ متى يدرس أو يبلغ من السن عتية، وأبونا شيخ كبير يعني عجوز في السن. أكبر منصب في الأزهر الشريف هو شيخ الأزهر. الله يفتح عليك، وأنا لست شيخا للأزهر. ها. ولا شيخ بيقرأ في تراب. يبقى شيخ ليه بقى؟ الشيخ حاجتين، يا شيخ بيقرأ في الميتم وأنا ما بقراش في الميتم، يا شيخ بيقرأ على الترب على الموتى تقبل الله أنا ما بقراش على الترب، يا إما مولانا فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر وأنا مش مولانا شيخ الجامع الأزهر. يبقى اسأل علي يا شيخ ليه بقى؟ أنا أخد دكتوراه وأخد بعد دكتوراه أستاذية، وفي الآخر ما تكرمنيش باللي أنا خدته واللي الدولة قالته أستاذ. طب يعني حضرتك بتقول إنه من أول اللي بيقرأ على الترب لحد شيخ الأزهر، يعني ده اسمه شيخ وده اسمه شيخ. أيوة. اللي في النص إيه؟ اللي في النص بقى حسب كل واحد وحسبه. ميكانيكي، دكتور، مهندس بالزاي، أختريك. أي حاجة بقى. وأستاذ دكتور. الدعوة والفتوى وظيفة ولا شيء يقتدى به؟ يعني اللي يقدم دعوة وفتوى الناس تقتدي به ولا دي وظيفته؟ شوفي أقول لك. أولاً نيجي الكلمتين، الدعوة والفتوى. الدعوة بالته، الدعوة إلى الله يعني. الدعوة. أفاجئك وأفاجئ أشاهديك بأن جميع الأمة الإسلامية دعاء، جميع الأمة بدليلي. بإيه؟ بالدليل قول الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. دعوة ولا مش دعوة؟ وقال كنتم بس يعني. مش كلهم بيفتي يا اختي شاطرة، ما تلعبش معايا بالألفاظ يا دكتور من أولها. لا أنا ما بعرفش اللعب. أنا كنت شاطرة في اللغة العربية. استني يا وبعدين بطاقة حضرتك معايا، أنا مش هرجعها لبعض الحلقة. استني يا منى هانم، أنا ما بلعبش أول. ومناسبة كلمة ما بيلعبش دي، كان في زي آية قرآنية في قريتنا زمان أول ما نشأت اسمها اللي بيلعب بايظ. عشان كده أنا بيني وبين اللعب خصومة إلى وقتنا هذا، عمري ما لعبت كور لأن أكره أن يقال فيا بايظ. طب يعني لما قيل في القرية إنه اللي بيلعب ده بايظ، بقت قاعدة خلاص؟ لا ما بقاش بقى اللي قاعدة بيلعب بايظ، بقى كل دلوقتي بيسعى وبقت مرتبطة بالكرة بس، بقى كل واحد دلوقتي بيسعى لكي يكون لاعبا أو ابنه لاعبا لما يحصل عليه اللاعبون من مال وفيه. يعني لو فيها مال تبقى حلوة، لو ما فيهاش تبقى بوظان. اسأليهم بقى من 60 سنة فات وحضرتك ما سألتهمش ليه وخدت منهم ليه واتكلت على الله؟ ما بسألهمش، ما بس أقول والله انت بتفتحي فيا حاجات. خدت واتكلت على الله ومشيت وصدقت. ما اسالهمش انا. احكي لك موقف بس. كان فلاح جارنا بيكلمني على جاموسه وبقره وعجله
أبويا الله يرحمه كان قاعد على المصطبة قدام البيت بعد ما انتهى الحوار، قال خد يا مبروك. قلت له نعم. قال كان بيقول لك إيه؟ قلت له كان بيقول الجاموسة وقعت والبقرة ولدت والبتاع. قال ده هيجي لك سؤال في الفقه نمرة كام في الامتحان؟ قلت له مش جاي. قال يبقى ده عدوك اللي بيضيع وقتك وبيكلمك على حاجة لا هتقدم ولا هتأخر في امتحانك يبقى عدوك، أقسم بالله من يومها. طب يعني هي الحياة يا دكتور مبروك أيوة امتحان؟ الحياة ما بقتش معجنة إلا لما تدخلنا بأكثر من اللازم. أنا مطلوب مني شرعاً وعرفاً وعقلاً واجتماعاً أبتسم في وش الخلق وأكلم الناس بالشورت أنسر. الله يسترك يا أمي، شكراً، العفو، أهلاً وسهلاً، كتر خيرك وشوف ورايا إيه. قبل ما ننسى وأزعل لما أفتكر جميع الأمة الإسلامية دعاء إلى الله كل حسب علمه. في واحد يكون داعية إلى الله بأمره بالصبر المبتلى، يقول له اصبر يبقى دعا إلى بس الله. أنا مش بتكلم عن الدعوة بشكل عام يا دكتور، أنا بتكلم على اللي وظيفته ده اللي أنت جمعت بين كلمتين، الدعوة عامة والفتوى، ولكن مش كل المسلمين بيعملوا بالدعوة كوظيفة، مش كل المسلمين بيتربحوا أو بيتقاضوا أجر من الدعوة. أقول لك بس على حاجة أو لا، طبعا سيبك موضوع الأجر، يعني أنا ممكن أبقى داعية بأخلاقي، بخلقي، بحسن تعاملي، ده فايل تاني. تعالي للفتوى بس. الفتوى لا تكون إلا من عالم بصير. وأضيف لمعلومات حضرتك معلومة تهزلك الدنيا دي كلها. كل اللي انت شايفاه ده في البرامج الدينية والفتاوى على الهوى وفتاوى فتاوى فتاوى ليس فتاوى. أمال إيه؟ أسئلة وإجابة. زي اللي حضرتك بتقدم أسئلة وإجابة. أنا وغيري أسئلة وإجابة. أيوة بس هي أسئلة وإجابة، الإجابة تحمل فتوى. لا أبدا. يعني لما قول اسأليني يا منى هي إيه الفتوى حبيبتي؟ طب إيه الفتوى يا دكتور؟ حل إشكال. طب وهل أنا لما أقول لك أنا فطرت يومين في رمضان وأقول لك صوم غيرهم في غير رمضان حليت إشكال؟ لا بس إجابة حضرتك بتبقى ملزمة. بس لا مش ملزمة، يعني حل إشكال للمتصل. لا مش هندخل في موضوعات كتير. على قد سؤاله، أنا حقولك، على قد طلبه. أنا هقول لك يا حبيبتي الفتوى حل إشكال. أديكي مثال للفتاوى. ذكر أبو حنيفة إن أخين اتجوزوا أختين، جه ليلة الدخول كل واحد دخل على امرأة أخوه يحسبها امرأته. كويس؟ نعمل إيه دلوقتي بقى؟ فأبو حنيفة شاف بعد ما قال لكل واحد هل أعجبتك التي دخلت عليها؟ قال له نعم. قال كل واحد يقول لمراته أنت طالق، وما دام كل واحد قال لمراته أنت طالق ولم يدخل هو المطلق عليها يبقى ملاش عدة، يبقى تستطيع أنها تتجوز اللي دخل عليها في نفس الوقت. ده مين يجيبها غير أبو حنيفة؟ طب أبو حنيفة عالم الحيل الشرعية، دكتور مبروك عطية عالم إيه؟ مبروك عطية صفوة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل. لو حياة دكتور مبروك عطية مسرحية تبقى اسمها إيه؟ اسمها من غير مبالغة هقول لك اسمين وأنت تختاري. ماشي. تواضع وإبداع. تواضع وإبداع، ده إيه التواضع ده؟ ده يعني تواضع، ده منتهى التواضع، وإبداع ده تواضع أكتر أكيد يا دكتور. أكيد. طب أنا أختار لحضرتك تواضع. كتر خيرك. تواضع. التواضع أنا ليه كتاب مطبوع اسمه الإسلام دين المعادلة. في هذا الكتاب اتكلمت عن معادلة التواضع المختلة عندنا. إنك تتواضع مع واحد ما دمت تواضعت معاه ياخد عليك ويهزأك، أنا بجيب من الآخر. إنما معادلة التواضع في الإسلام إن أنت تنزل من علوك وتضع نفسك في الأرض مع الناس الغلابة العاديين وهم يعرفون لك قدرك مع تواضعك. مثال كان صلى الله عليه وسلم النموذج الأوفى في التواضع، فهل حد من الصحابة قال له منور يا حمادة ولا يا رسول الله بكل أدب؟
ده دليل مبروك عطية على إن معادلة التواضع عندنا مختلفة. أنا ممكن أفطر مع الساعي بتاعي في الكلية، تاني يوم الساعي لو مش فاهم المعادلة دي يقول لي صباح الخير يا بركة. بركة؟ وعشان أفطرت معاك بقيت بركة؟ وهلوم مجرة بقى، وهلوم مجرة. طب دكتور مبروك أحياناً بيستخدم قناع الغرور لما بيتباهى أو بيتعالى شوية بالدرجة العلمية بتاعته؟ بقول لك البطاقة يعني معاك. حضرتك مرة قلت لواحد ما فيش نتيجة دلوقتي، أسكت واسمعني أنا دكتور. طبعا وأنا إيه غير دكتور؟ لا إله إلا الله. يحترم الشقة اللي أنا أفديته يا حبيبتي. أنا بقالي 60 سنة في العلم من أول كتاب سيدنا لغاية هذه اللحظة، وأنا لا شغل لي ولا هم لي في حلي وترحالي وأسفاري وتدريسي في جامعة الأزهر وتدريسي في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، وأنا صاحب كتاب. أيوة. وأنا عميد. استدعيت أستاذ مساعد شايف نفسه شوية، قلت له يا ابني أنا عملت كتب، لو أنت وعشرة قعدتوا معاك تنقلوها بس بخط إيديكم قدامكم 60 سنة. دكتور مبروك في كتبه ناقل ولا مبدع؟ الاثنين طبعا، لابد لابد للإبداع. يعني عندما تعجز اللغة ده منقول ولا لا؟ مش منقول، لان لم يكتب فيه احد. اصل في مؤلفات سابقة بنفس العنوان. ابدا ابدا. في عندما تعجز اللغة عندما ايوه ايه يا فندم؟ في يا فندم، في عندما تعجز اللغة، عندما تعجز اللغة عن التعبير عما بداخلي، عندما تعجز اللغة عن التصوير، عن البيان. احنا بنتكلم على العنوان فقط. احنا ما قريناش العنوان. عندما تعجز اللغة عن التعبير والبدائل بقى اللي هي ربنا اختارها لنا، النبي عليه الصلاة والسلام اختارها لنا، اشياء من هذا القبيل. حضرتك في فترة شبابك كنت عامل ازاي؟ كنت متشدد؟ كنت متحفظ؟ شوفي انا لم اعرف لي شبابا ولم اعرف لي صبوه ولا صبيه ولا صبي. طبعا قالوا لك اللي بيلعب بايظ. الله يسترك، جبت الخلاصه. ما حسيتش ان في حاجه فاتتك يا دكتور؟ احكي لك نادره من نوادر ابويا الله يرحمه. الله يرحمه. لما دخلت الازهر كان عندي 10 سنين ونص، والأزهر كان وما زال لا يقبل إلا من سن 11 سنة. فدخلت باستثناء من شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم، فكنت أصغر طالب في الأزهر، وبالمناسبة أصغر دكتور في الأزهر وأصغر أستاذ في جامعة الأزهر. حفظت القرآن الكريم وحضرتك عندك 7 سنين؟ 7 سنين بالظبط. لا الشاهد يعني. فلما جم حصة التربية الرياضية قعدت عير، وأنا 10 سنين ونص ما نزلش ألعب أبدا، أنا جاي أتعلم هنا مش جاي ألعب. يا ابني ده تربية رياضية وتقوية أبدان ومقررة، مفيش فايدة. طفل عنده تروما من اللعب، فاهم إن اللعب ده غلط. الله يستر. فشل بوظان. المهم شيخ المعهد اللي هو عميده يعني أو الناظر بتاعه قال يجي ولي أمره نفهمه وهو يفهم ابنه. فأبوي عليه رحمة الله وأمي وموتى المسلمين جه قابل شيخ المعهد فنزلوني، فحضرت لقاء والدي قاعد كده وشيخ المعهد قاعد كده، وشيخ المعهد بيعرض المشكلة على أبتي عليه رضوان الله. ابنك حاج رافض يحضر حصة الألعاب التربية الرياضية. قال له والله برافو عليه شاطر معاه حق، فرحتني بمبروك يلعب. شيخ المعهد الله الله يرحمه خدها من قصيره، قال ما تتعبوش نفسكم يأس. لما تيجي حصة التربية الرياضية مبروك يحضر حصة نحو أو حصة رياضة في فصل المجاور. فضلت طول عمري تيجي حصة التربية الرياضية زمايلي المحببين إلي، على فكرة نصنا بقى أساتذة الجامعة كلهم ينزلوا 2-2 وأنا أقول مع السلامة ربنا يعينكم واضحوا الفصل اللي صوتهم جنبه. وهم بيلعبوا يا دكتور ما كنتش بتحس إن نفسك تلعب معاهم بس لأ عشان ده غلط؟ هي ما كانتش بتيجي على نفسك كطفل؟ شوفي هقول لك على حاجه والله فكره حلوه ان انا اناقشك في يعني في اللي بتقوليه كده اول باول، لان في افاده. اللي بتقوليه حضرتك كان وما كانش احساس على نفسك، الكلام ده كله لم يرد على خاطر. بدليل برضو لم تعطيها كثره. بدليلي لي بدليلي ايوه قول الله تعالى وقالوا سمعنا واطعنا. فالواحد لما يسمع معلومة من بيئة يثق فيها يبقى اللي بيلعب بايظ، لا له دعوة بقى بنفسيته ولا جت أثرت في نفسيته ولا خطر على باله، هي سمعنا وأطعنا. لما كبرت بقى ما حسيتش إن في حاجة فاتتك؟ إطلاقا.
لحد دلوقتي؟ أبداً أبداً. اشترك في باقات واتشت الشهرية ب 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية ب 149 جنيه و99 قرش.